الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. وبعد، في لقائنا المتجدد في شرح صحيح الإمام العالم الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه، حديثنا عن أبواب صفة الصلاة. وصلنا إلى الباب 86 بعد 200، باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء. في الباب حديث واحد، هو 34 بعد 300، راوي الحديث هو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. يحدثنا عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه، وهو المثنى لمنكب، وهو مجمع عظم الكتف والعضد، هذا العضد وهذا المجمع، هذا هو المنكب، إذا افتتح الصلاة. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام هكذا هكذا، حتى تصير مقابل منكبيه، محاذيين لهما تماما. وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وقال سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، أي وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند الركوع، وعند الرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، أي التسميع، ربنا ولك الحمد، أي التحميد. يحتمل أن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجمع بينهما بالتسميع والتحميد في جميع الأحوال، سواء كان إمام ولا منفرد ولا مأموم، ويحتمل أنه كان يأتي بالتسميع إذا كان إماما أو منفردا، وبالتحميد إذا كان مأموما. ما المستفاد من الحديث؟ أن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام سنة، لقول عبد الله بن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، ولا خلاف في مشروعية ذلك عند أهل العلم. لكن ابن حزم لأنه ظاهري قال أنه فرض ولا تجزئ الصلاة إلا به، وروي ذلك عن الأوزاعي والحميدي. لكن الجمهور على أنه سنة، وادعى ابن المنذر والنووي في شرح المهذب الإجماع على سنيته، ولكنه لم يتحقق بدليل ابن حزم قال أنه فرض. 2، يسن رفع اليدين عند الركوع والرفع منه، لقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وهذا مذهب الشافعية وأحمد وأكثر أهل العلم، خلافا لأبي حنيفة ومالك فيما رواه عنه ابن القاسم أنه قال بعدم الرفع فيهما، لحديث آخر حديث البراء رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة يرفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود، أي لا يرفعهم بعد ذلك. لكن هذا الحديث ضعفه البخاري وأحمد، وقال ابن عبد الحكم لم يروي أحد عن مالك ترك الرفع فيهما إلا ابن القاسم، والذي نأخذ به الرفع على حديث ابن عمر، والله تعالى أعلم. معنى ذلك أن المسلم عليه أن يصلي كما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فالرفع هكذا أو هكذا عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع، هكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم ولا يفعل ذلك في السجود. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على ذلك قدير كريم. اللهم أمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.